朋友们。حديث البلد مع هادي زكاك. في يوم وليلة ليلة ليلة خلى حلاوة الحب كله في يوم وليلة. حديث البلد هادي زكاك، انت مخرج لبناني معروف وضيفنا الليلة لنحكي عن فيلمك الوثائقي الطويل الأول مار سادس، واللي راح ينعرض ابتداء من الخميس الجاي بصالة متروبوليس أمبير سوفيل. هادي بهالفيلم تروي تاريخ لبنان من خلال سيارة المرسيدس من تاريخ وصولها بأواخر الخمسينات لليوم. هادي عملت العديد من الأفلام الوثائقية عن الناس وعن الطائفية، ليش هالمرة اخترت السيارة لتعمل عنا فيلم وثائقي؟ ما تعبون الناس هلكوك. ايه، لانه عملت مجموعه من الافلام وكثير اشتغلت على الموضوع اللبناني، وخاصه كنت عملت افلام اسمها اصداء شيعيه اصداء سنيه درسون في التاريخ، ولاحظت قديش الناس هلا بده يزعلوا منك غير طوايف بدك تعمل دوكيومنتري ستة وستة مكرر كلهم ما فيك تعمل اصداء شيعيه اصداء بدك تعمل اصداء ارثوذكسيه كاثوليكيه درزيه. من هيك وصلت على مرسيدس اللي صارت هي بحد ذاتها طائفه، بقى قد ما في تجزئة أو قد ما الحديث الطائفي هو اللي طاغي قررت أشتغل مع سيارات، بقى رحت صورت السيارات وبدورهم تفاعلت معهم ومع صحتهم وكيف عم بعيشوا شيخوختهم بلبنان، لأنه هو كمان عبر مرسيدس كيف أنه تصيري مواطن لبناني، يعني كيف هالسيارة الألمانية تلبننت وصار عندها ألقاب وتحولت تدريجيا وشكلها تحول وصارت مواطنه لبنانيه، يعني صارت جزء كمان من هالتكوين اللبناني، صح، صار جزء من الايقونه اللبنانيه. صحيح. على كل حال بفيلمك بتقول انه التاريخ اللي بيتعلم بلبنان بتوقف سنه 43، واليوم بمرسيدس حابب تضوي على التاريخ اللي بعد هالسنين واللي ما بيتدرس بالمدارس. هادي خلينا نعرف اكثر عن شو عم نحكي، بس نشوف تريلر فيلم مرسيدس، بس حتى نقدر نشوف هالتريلر بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك، وهي هادي جا ضويت احمر وصار لازم تقول بلاير بسام او لا خليل بسام عبد الحليم باسم باسم عم ضيع قصدك بلاير باسم زكاك، انت من مواليد 1974 بيروت، درست الاخراج باليسوعيه ومن بعدها عملت دورات عديده باوروبا وقدمت حوالي 20 فيلم متوسطي الطول منهم تاكسي بيروت. صحيح انه تاكسي بيروت هو اللي اوحى لك تعمل هالفيلم مرسيدس؟ لا، هو بلشته قبل لمرسيدس، بس مع تاكسي بيروت تعرفت كمان اكثر من خلال شوفيريه التاكسي على علاقتهم بالسياره وعلى كل الخصوصية، لأنه في علاقة كمان كتير وطيدة بين شوفيرية التاكسي وبين الشقمو مع السيارة، حتى بيسموها أسماء علم. يعني يعني وفي علاقة حب، وفي منهم قالوا لي أنه بحبوها أكثر من مرتهم، وخاصة أنه بيعيشوا معها كل الحالات أكثر من أكيد بيركب السيارة كل النهار يعني. نعم نعم صح. هادي الفيلم عم بيحصد عدة جوائز بمهرجانات عالمية، عم بيفهموا عليك شو قصدك بلفظة مار سادس لأنك عامل جدومو هون؟ في منهم فكروها غلطة طبع ضبطوها لأنه هي بالأجنبي بتنكتب عم تكتبها مار ام اه مش مرسيدس ام اه يعني مثل ما هي، فكروا قالوا هيدا جاي ما بيعرف حرام ما بيعرف الفيلم ما بيعرف يكتب مرسيدس. ايه هادي استغرق تحضير هالفيلم حوالي 3 سنين لأنك جمعت
جمعت فيه مشاهد كثيره من ارشيف الحرب والسلم تظهر فيها سيارات المرسيدس، اضافه لارشيف صوتي من نشرات الراديو اللي بنسمعها خلال الفيلم. يعني يمكن بيكون شوفير المرسيدس ماشي وعم بيسمع نشره الراديو. وهالفيلم كل فصل فيه مرفق بموسيقى رائعه لاميل عواد. منشان هيك بدي ادعي الكل يروحوا يشاهدوا تاريخ لبنان الحلو والمر ويتعلموا منه من خلال مرسيدس بصاليه متروبوليس امبير سوفيل، ويتعودوا يحضروا افلام وثائقيه مش دائما افلام تجاريه. وبالمناسبه كمان بدي ادعي الكل انهم يشاركوا بمهرجان كابريولي فيلم فيستيفال للافلام القصيره بين 25 و 27 ايار على درج مار الاولى الجميزه الساعه 8 المساء. ميرسي كثير هادي.